هتظل ايضا يعني الحوار النهارده اللي موجود في افطار الاسره المصريه هو حوار فيه وضوح، فيه مكاشفه، فيه مصارحه، فيه تلقائيه وعفويه، سواء من السيد الرئيس طبعا ومن الناس. فعشان كده الحوار مهم. خلينا نكمل مزيد من التفاصيل كده وناخد عناوين مهمه من الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ. مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك يا فندم. أنا عايز أبدأ مع حضرتك من السيدة المتحدثة اللي هي من نموذج من الغارمات واللي كانت بتتحدث مع السيد الرئيس. الحقيقة أنا وقفت عند الأرقام اللي بتقولها، 70 سنة أحكام و45 ألف جنيه هي اللي كانت يعني غارمة بيهم. طيب إحنا دورنا هنا إيه؟ يعني بعد ما نسمع ده، بعد ما نسمع الكلام ده، إحنا دورنا إيه؟ يعني دورنا في الإعلام إيه؟ هل دورنا إن إحنا بقى نبدأ مثلا نعمل توعية للسيدات دول إن هم عن الجواز وإزاي تجهز أولادها؟ هل دورنا كمان في الدراما إن إحنا نعمل مثلا البطلة تكون من الغارمات؟ يعني لازم يكون لنا دور لما يكون في يعني لسه في ناس دماغها بتفكر بشكل ممكن يؤذيها أولا. ده سؤال في غاية الأهمية، لأنه ناس كتيرة للأسف بتتعامل مع هذه المسألة باعتبار إن هم الناس هتعمل كما تشاء وتاخد السلف والقروض اللي هي مش هتقدر تسددها، وبعد كده هتيجي الدولة أو مبادرة أو حد ما هيدفع الفلوس دي. صحيح. وده أمر يعني إذا حدث مرة أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة صعب إن حد هيقدر يدفع الفلوس كلها للناس كلها في وقت واحد، وإلا ما كانش يبقى عندنا مشكلة من الأساس، لأن الفلوس لو موجودة كانت الامور هتبقى افضل يعني. لكن في واقع اقتصادي صعب في المنطقه وفي مصر ومش كل الناس معاها فلوس زي بعضها، وبالتالي الجزء ده مساله عميقه جدا في الوعي، كيف يمكن اقناع الناس ان هي يعني ما تاخدش القرض الا لما تكون عارفه انها تقدر تسدده. صحيح. بمعنى انه عدد كبير في احياء شعبيه والناس قد تكون غير قادره، لكن بتروح بسبب تقاليد اجتماعية وثقافية صعبة جدا وغلط جدا، بياخدوا قروض شديدة جدا لشراء مثلا الشبكة بالنسبة للفتيات. صح. في حي شعبي مثلا، وبتجيب حاجات كتيرة جدا البيت مش محتاجها فعلا يعني. صحيح. ما كنتش مصدق ان ممكن حد يشتري يعني في ظروف اقتصادية صعبة ويشتري جهازين مثلا من كل حاجة. صحيح. او يشتري عدد كبير معرفش من ايوه، لانه هنا كمان استاذ عماد احنا بنتحدث هنا عن عادات وتقاليد جوه البيوت مغلوطه وبتاذيهم، فلازم احنا ندخل نشوف ايه العادات والتقاليد دي ونعمل راي عام نتكلم فيها علشان هي اللي بتاذيهم. انا اتفق معاكي تماما. الاعلام بكل ادواته، المجتمع المدني، الجامع، الكنيسه. صحيح. قصور الثقافه، كل الحاجات دي يفترض ان هي تتكلم، لانه لازم توصل للناس ان ده غلط. صحيح. يعني الناس كل واحد يعيش بالطريقه اللي هي تناسب دخله، لانه لو الناس قررت هذه يعني كويس جدا ان الرئيس السيسي والدوله وبعض القادرين بيتدخلوا في مرات كثيره ويتم دفع الفلوس والناس بتطلع. لكن طيب ماذا لو قرر كل الناس انهم يعملوا زي الغارمين على امل ان حد هيجي يدفع لهم الفلوس؟ مش هيحدث للاسف. صحيح. وبالتالي الناس هتدخل في مشاكل كبيرة جدا، أو هيقضي سنوات من عمره وراء القضبان. وبالتالي أنا أتصور أن دي فرصة أنه الناس تبتدي تاخد بالها ويوصل لها ده، يعني يوصل لها عبر الإعلام، عبر المسلسلات، عبر الأفلام. صحيح. عبر رجل الدين في المسجد وفي الكنيسة بكل الطرق، زي فكرة تنظيم الأسرة بالضبط. أحيانا للأسف الشديد الرسائل لا تذهب الى من هو مستهدف بالرساله. صحيح. يعني انا مش يعني ممكن احنا بنتكلم مع حضرتك على البرنامج بس محدش من الناس دول بيشوف البرنامج. صح. فبالتالي اشوف فمش واصل لهم هم، هي الوسيله الصح. صحيح. عشان اقدر اوصل للناس دي. اكيد. طيب فكره النهارده كمان انه الرئيس طالب حتى الاطفال، الطفل اللي كان بيتحدث مع سيد الرئيس عن الحلم، الناس زمان اللي كانوا موجودين في احياء مختلفه ما كانش عندهم فكره الحلم، كان هيحلم ازاي؟ هو كان البيئه اللي هو كان عايش فيها قاتلة لأحلامه. لكن دلوقتي لما اتنقل وشفنا إحدى السيدات الفضليات اللي كانت موجودة في الإفطار كانت بتتكلم بأن هي مش مصدقة أن الدنيا اتغيرت. إزاي أنا أقدر كمان، يعني أنا سعيدة أنه في مشروعات
صغيرة، وإن كان في معرض النهاردة، وإن السيد الرئيس وعد إنه يساعدهم في عدد من الإمكانيات المختلفة. هل ده كمان نقطة نقدر نقول إن هي بتاخد كمان موضوع المشروعات الصغيرة اللي ممكن تزيد في مصر في أحياء كتيرة قوي، وبالتالي تقدر كمان تدفع الاقتصاد المصري لمنطقة تانية يعني؟ طب خلينا نفرق طبعا بين الاحلام وبين الواقع. المهم جدا، انا فاكر الرئيس قال اكثر من مره ان كل حاجه كبيره بتبدا بحلم او بتبدا بفكره، وده شيء مهم جدا. اللي تغير في الاسمرات ان الدوله خدت قرار ان هي تتحمل المسؤوليه وتنقل الناس وتبني لهم مساكن ادميه وخدمات كتيره محترمه، وبالتالي حصلت النقله دي، وبالتالي يمكن للناس انهم يبتدوا يشتغلوا ويفكروا مشروعات صغيره ومتوسطه. فبالتالي النقله ما بتجيش فقط من التخيل فيه، لابد من طرف ما هي الدوله او رجال اعمال او المجتمع مدني او مبادره معينه تقدر تتقدم. وبالتالي المشروعات الصغيره حاجه مهمه جدا، وفي دول كبيره جدا بدات بالنهضه بتاعتها بالمشروعات الصغيره وكانت رائده في هذا الامر، بس ده بيبقى محتاج كمان تخطيط. لان انا لما هدي على سبيل المثال قروض لناس هتبتدي مشروع صغير، لازم انا كبنك ابقى ضامن الفلوس دي هترجع لي، الفلوس دي فلوس مودعين طبعا، فلازم ابقى مخطط كحكومه عامل اطار والناس يعني بالظبط زي ما حضرتك قلت. خلينا نتكلم ان هي تبقى خطه، لان انت عندك بالضبط. مدن كتيره، عندك مشروعات صغيره كتير، انت بتشتغل دلوقتي في وسط ازمات عالميه، فانت المشروعات الصغيره بالنسبه لك بقت حتميه، فكل ما تبقى خطه كبيره محطوطه الكل ممكن يستفيد منها. طبعا اتفق معك تماما، والتخطيط في منتهى الاهميه في مثل هذه المشروعات، لان الناس بتفتكر احيانا ان كلمه مشروع صغيره ان اي حد تطلع في دماغه يروح رايح البنك واخد من اي مبلغ من اول 5000 جنيه لحد مليون ويبتدي المشروع. طيب ماذا لا قدر الله لو فشل هذا المشروع؟ وبالتالي المفروض في تصور عام، اتمنى تبقى في هيئه ما او وزاره او مؤسسه عامله دراسات جدوى الحاجات دي، بحيث المواطن يبقى عارف ان هو لما ياخد الفلوس دي هيشغلها ازاي وهتنجح ازاي، عشان يقدر اولا يرد الفلوس دي لاصحابها اللي هم المودعين، وثانيا ينجح المشروع بتاعه ويتقدم. اكيد مفيش مشكله ان في 5 او 10% يتعثروا، لكن نبقى عارفين ان الاغلبيه من الناس اللي هياخدوا القروض دي هيبتدوا عندهم مناخ وبيئه وسياسات تساعدهم على النجاح والانطلاق لقدام. أكيد. عنوانين يعني آخر عنوانين أستاذ عماد، لماذا اختار السيد الرئيس اليوم أن يكون إفطار الأسرة المصرية في رمضان هذا العام في حي الأسمرات؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني يعني أيضا السيد الرئيس حرص على أنه يطمن الناس في حي الأسمرات وبالتالي الناس بشكل عام على الأحوال المعيشية. طبعا في ظن الشخص يعني انا بجتهد لا املك معلومات، الاختيار موفق تماما ان يبدا الرئيس اول افطار للاسره المصريه هذا العام في حي الاسمرات، بيدي رساله للناس ان يعني رئيس الدوله ومصر كلها معاهم، لا يفرق بين ان هو بيروح حي راقي ولا حي شعب ولا حي متوسط، الرساله لما تيجي تطلع من الاسمرات والفطار مع الناس والجوله اللي عملها السيد الرئيس في معرض الاسر المنتجه دي اللي احنا شفناهم السيدات اللي عاملين مشروعات كتيره، حاجه رساله امل جيده للجميع ان الناس ممكن تشتغل وتبني. فانا اظن ان الرساله في ظل التوقيت ده والظروف اللي بتمر بها المنطقه كلها ومصر والازمه الاقتصاديه، انا اظن الرساله جيده انه يكون بدايه الافطارات او الافطار السنه دي يبدا من الأسمرات مش من أي مكان تاني. أكيد. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ، أشكرك شكرا جزيلا. زي ما قلنا كده وزي ما بنتابع مع حضراتكم، إحنا نخلص الحقيقة من هذا الإفطار، إحنا بنتكلم عن حاجات كتيرة جدا حصلت، يعني بنتكلم عن يعني كان مشروع دولة، مشروع مهم لشعبنا لناسنا لأهلنا، كان حلم وتحول إلى حقيقة، ومن الحقيقة بنخرج منها إلى أجيال تانية ومبادرات أخرى وأحلام مختلفة، لأنه حلم أن أنت تعيش في مكان وبيئة صالحة ونظيفة ومختلفة ده حلم، ولكن الحلم هو حلم بكرة، أنا هشتغل إيه وأعمل إيه لدولتي وأنا هبقى مين. فده اللي بيحصل دلوقتي في الأسمرات، أنه الحلم تطور وتغير. الحاجة التانية كمان أنه يبقى فيه تكاتف وتراحم وكلنا
شعب واحد، وحدة واحدة، هي مصر كده، مصر وحدة واحدة مختلفة، فئات مختلفة، طبقات مختلفة، لكن كلنا ممكن نقعد على فكرة على نفس الترابيزة دي. يعني انت لو جبت شعب مصر بكل فئاته وحطيت طبق الفول كلنا هناكل منه، كلنا بنحبه، قرص الطعمية بنحبها، عيشنا البلدي بيجمعنا، احنا شعب واحد.